قوليلي يا عروسة، حابة ميك اب ايه؟ عايزة نوت كولرز بس اللي هي على كشميرات او بينكات اكتر، تمام. وعايزة فاونديشن لوني عادي، والحواجب عايزاها تبقى مرسومة بس هير باي هير كده، بس تبان برضو شكلها طبيعي. تمام ما عنديش مشكلة في الرموش، بس مش عايزاها تداري الاي شادو تمام وبس كده، وعايزة الفاونديشن لوني عادي. يعني حابة تطلعي لون بشرتك اه ونلبس لينزز؟ اه حابة ألوان معينة؟ اه ازرق. تمام. الروج تحبيه مط ولا جلوس؟ زي ما تحبي يعني، على حسب ما اللوك محتاجه. طب قولي لي حجزتي معايا ليه؟ شغلك عجبني قوي بصراحة، شغلك ان شاء جميل الله تبقي زي القمر. فايدي فوشر ايه ده؟ بتشوف شكلها؟ ايه رأيك؟ قمر. صح. تسلم ايدك. تسلم يا قلبي. الألوان حلوة؟ قوي. اللي أنا عايزاه بالظبط. لو نفس الشوطه اخر، معلش اخر. ايه رايك في الميك اب؟ تحفه. تسلم ايديك. طلعت زي ما انت عايزه قوي. انت او تسلم ايدك. تسلم ايدك.